ينعدوا على الأصابع الفنانين مو بس العرب يعني حتى العالميين اللي ممكن أنهم يحيوا حفل بعد أقل من شهرين من طرح ألبوم وتلاقي المسرح كله بيغني معاهم، بس أنغام مو أي فنانة وتعملها. أمير طايب وشاعر كبير، توزيع خالد سليمان. كان نفسي كلهم يكونوا موجودين النهاردة، وتامر عاشور اللي عامل كان بريء، ونادر عبد الله ما سمحتش، بس يعني نجاحهم وتألقهم ونجوميتهم وموهبتهم حاضرة، وفي حب حضراتكم الألحان والأغانيهم بنشوف قد إيه هم كبار وبتشرف بيهم الحقيقة. تحية كبيرة للشاعر أمير طايب، إيهاب عبد الواحد طبعا، ومادي موزع الكبير، نادر حمدي كان نفسي يبقى معانا النهارده، عمل لنا مفاجأة كلنا، أكرم حسن طلع شاعر كبير واحنا ما نعرفش، فاكرينه بيهزر بس طلع بيتكلم بجد جدا. حسن الشافعي، أكرم حسني، إيهاب عبد الواحد، تيجي نسيب العمل العظيم ده. شكرا لحضراتكم، واسمحوا لي أغيب عنكم شوية وهرجع مرة تانية نغني كل اللي بتحبوه. شكرا. طبعا زي ما شفتوا في هذا الكليب، أنغام كمان احتفت بأبطال العمل هذا والقائمين على العمل هذا معاهم، واحتفلت بالنجاح الكبير اللي شاركوها فيه وكانوا حاضرين أغلبهم يعني، فشكرتهم فردا فردا. وطبعا هي هذه الحفل كانت في جدة يوم الجمعة، وكانت من تنظيم بنش مارك، وفاجأت يعني في صوت مصر الجمهور بتخصيص الجزء الأول منه كاملا لغناء كل أغاني الألبوم الجديد واحدة واحدة، مغنية منه أو اثنين. الألبوم أصلاً لما نزل كان مفاجأة إنه كيف يعني نزلت فيه أنغام في الصيف اللي متعودين فيه على الأغاني الصيفية الخفيفة السريعة، ولكن أنغام خاطرت ونزلت بألبوم تقيل، ومثل يعني عادتها لما بتطل يعني عادي بتغطي على الكل. الألبوم كسر الدنيا وغنى الجماهير في جدة معاها يعني الأغاني، يعني زي ما شفنا يعني في الحفل هذا أكبر دليل
دليل على قد إيش الناس كانت حافظة كل شيء. يعني أنغام كمان ومثل عادتها يعني ما نسيت تحيي في الجزء الأول زي ما قلنا إنه الناس اللي اشتغلوا معاها في هذا الألبوم، وطبعا منهم خلينا نقول إنه طبعا واحد منهم من الناس اللي حيتهم هو أكرم حسني، طبعا اللي هو معروف بأنه فنان وممثل وما إلى ذلك، ولكن اكتشفنا فيه شاعر كبير. على العموم مشاهدينا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، وما في أحلى طبعا من صوت أنغام أني أترككم مع مقتطفات من أجمل ما غنت في جدة، وأنا أعود وألقاكم قريبا إن شاء الله. في أمان الله.